عايز اقول لكم تاريخ مواجهات الفرقتين، يعني بالنسبه للنادي الاهلي والمقاولون. النهارده النادي الاهلي قبل هذه المباراه لعبوا 68 مباراه، دي عدد مواجهاتهم. 47 مره فوز للنادي الاهلي وست مرات فقط لنادي المقاولون العرب فوز. 15 مره تعادل ما بين الفرقتين. 114 هدف احرزهم النادي الاهلي في مرمى نادي المقاولون العرب، و37 هدف فقط احرزهم نادي المقاولون في مرمى النادي الاهلي. احمد بلال هداف النادي الاهلي في هذه المباراه بسبع اهداف. حسين السيد لاعب نادي المقاولون ثلاث اهداف في مرمى النادي الاهلي. اكبر فوز كان في موسم 2002-2003 وفاز النادي الاهلي 6-2، ده بالنسبه لان اكبر فوز للنادي الاهلي. اما اكبر فوز لنادي المقاولون على النادي الاهلي فموسم 82-83 وفاز نادي المقاولون 2-0. اطول فتره مباريات دون هزيمه للنادي الاهلي من نادي المقاولون 28 مباراه متتاليه. ايضا بالنسبه لنادي المقاولون مباراتين فقط متتاليه ما تهزمش من النادي الاهلي. اطول سلسله فوز متتالي للنادي الاهلي امام المقاولون العرب 9 مباريات. اما نادي المقاولون فايضا مباراتين اطول سلسله فوز متتالي لنادي المقاولون. ده يمكن الخاص بالتاريخ المواجهات ما بين الفرقتين والجرافيك الخاص ما بين المواجهتين. ولكن طبعا كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا. فريق على فكره مع محمد عوده شكله مختلف من السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها كمان، لان اعتقد ان احنا بنتكلم على فريق قوي، فريق عنده مجموعه من اللاعبين، عنده فرود مميز جدا زي ما قلت لحضراتكم احمد عليها. هكمل مع حضراتكم بعض الاحصائيات والجرافيكس الموجود معانا النهارده من خلال هذه المباراه. طبعا فوز زي ما بقول لكم الاهلي في اخر خمس مباريات لكل فريق. الاهلي فاز في خمسه، المقاولون فاز في مباراه، خساره ما فيش للنادي الاهلي، خساره واحده لنادي المقاولون، تعادل بالنسبه للنادي الاهلي ما فيش ايضا او دون تعادل. اما المقاولون عرف تعادل في ثلاثه. النادي الاهلي سجل 11 هدف ونادي المقاولون سجل 6 اهداف. نادي الاهلي استقبل هدفين في مرماه، اما المقاولون العرب فخمس اهداف، شباك نظيفه ثلاثه ونادي المقاولون واحد. نستكمل مع حضراتكم باقي الجرافيك. طبعا مباريات بالنسبه لكل الفريق ما بين الفرقتين او المديرين الفنيين. النادي الاهلي لعب 1800 او 1890 دقيقه، 27 هدف بالنسبه للمقاولون العرب، 47 هدف بالنسبه لنادي الاهلي. يمكن 70 دقيقه تقريبا لكل هدف بالنسبه للنادي المقاولون و40 دقيقه لكل هدف. فرص ضايعه 76 هدف او 76 فرصه و166 فرصه للنادي الاهلي. تسديدات على المرمى 256 تسديده للمقاولون العرب، 289 تسديده على المرمى للنادي الاهلي، يعني 21 دقيقه او 21 تسديده في كل دقيقه. ايضا 16 تسديده لكل دقيقه او للنادي الاهلي، 121 على المرمى زي ما قلت لحضراتكم. ايضا عرضيات صحيحه 93 وصحيحه بالنسبه للنادي الاهلي 69، ومجمل العرضيات بالنسبه للفرقتين 289 و381 للنادي الاهلي. ده بالنسبه ل الجرافيك الموجود معانا على الشاشه. هدافي او دول طبعا المباريات بالنسبه للفرقتين، 19 مباراه للمقاولون 20 مباراه للنادي الاهلي. عدد دقائق اللعب او دول المقارنه ما بين وليد ازارو واحمد علي. احمد علي لعب 19 مباراه، وليد ازارو لعب 20 مباراه مع النادي الاهلي. عدد الدقائق اللي لعبوها اللاعبين 1443 بالنسبه لاحمد علي، 1717 دقيقه بالنسبه لوليد ازارو. سجل احمد علي 8 اهداف ووليد ازارو 11 هدف زي ما احنا عارفين. صناعه اهداف لاحمد مفيش، اما وليد ازارو فهدف واحد. صناعه فرص 9 فرص لاحمد علي و16 فرصه لوليد ازارو. تسديدات 40 لاحمد علي، 42 لوليد ازارو، 9 على المرمى لاحمد علي و15 على المرمى لوليد ازارو. دقه التسديد بالنسبه لاحمد علي 23%، اما لوليد ازارو 36%. مراوغات بالنسبه لاحمد علي 12 مراوغه، لوليد ازارو 16 مراوغه بالنسبه لوليد ازارو. طبعا واضح جدا ان في قوه سواء بقى لوليد ازارو طبعا صاحب ال11 هدف، واحمد علي هداف فريق المقاولون، يعني حاجه محترمه. النهارده هنشوف دائما
مباراة قوية، الثنائيات موجودة فيها هذه المباراة مباراة قوية. خلينا